في بادرة شبابية تطوعية لأبناء مدينة العيون، تم إنشاء مصنع لإنتاج الكمامات المحلية الصنع. المصنع ينتج 1000 كمامة يومية بإمكانيات ذاتية، ويحترم في إنتاجها شروط النظافة، إذ يتم تعقيمه يوميا. الحمد لله كاينين الناس تجاوبوا معنا، تعاونوا معنا بمواد الأولية. كاين كذلك الأخ بوفوس الله يجازيه اللي تبرع بالآلات ديال الخياطة وبكراء المعمل. كاينين إخوان خياطة متطوعين كذلك، كاينين إخوان متطوعين اللي كيقطعوا الكمامات. بالنسبة للطريقة كيف لاحظتوا، راه طريقة بسيطة جدا. كنقوموا بتعقيم الثوب أولا، كيسهروا الإخوان على التقطيع ديالو، من بعد كيتخيط كيتعقم كيداروا لومبالاج وكيتوزع. بالنسبة للتوزيع كاينين أطر الصحة هما المستفيد الأول، والناس المعنيين بالأمر نظرا لاحتكاكهم بالحالات وبالمواطنين. كنوفروا لهم حوالي 400 كمامة في اليوم، بالإضافة لرجال المدارات، حنا سميناهم رجال المدارات من أمن وسلطات عمومية وأعوان السلطة، وكنناشدوا المحسنين على أنهم يديروا يدهم في هاد الشباب، يتعاونوا معاهم ولو بالمواد الأولية. حنا ما كنقولوش يعطونا الفلوس ولا يعطونا، حنا عطونا غير يوفروا لنا المواد الأولية، وراه حنا كاملين راه الإشارة. وبالنسبة للشروط راه أبسط حاجة تقبض غير بريكة تقديها ونفخ من الكمامة، إذا طفات راهي كمامة راه ماهي صالحة، ما طفات راهي كمامة صالحة، وتقدا عاوتاني الطريقة الثانية تصب فيها شي من الماء، إلا بقات محافظة على ذاك الماء راهي كمامة صحية، إلا مرق منها الماء بشكل مباشر راهي كمامة غير صحية بتاتا. بالنسبة لطريقة لبس الكمامة راه ضروري غتكون طريقة خاصة، عدم اللمس ديالها من الأمام وعدم اللمس من الداخل، يعني تشد الكمامة من الجانب ديالها اللي غتشد الطريقة بحال هكا، غتشد الكمامة من الجانب يعني من هاد اللاستيك وتعدلها كيف تهاك، وتحاول انك تيرها من الفوق ومن التحت، يعني بدون لمس هذا الجانب الامامي ديال الكمامة. هؤلاء الشباب المتطوعون يسعون الى زيادة الانتاج عبر انشاء 4 مصانع اخرى لانتاج 5000 كمامة يوميا، ويؤكد الشباب ان الكمامات يتم تقديمها بالمجان. بالنسبة للمبادرة يعني كمامات الامل، هي واحد الفكرة جات تقريبا كنشر مع فيسبوك 15 شهر مارس، يعني تقريبا قبل شهر من الان، قبل ظهور حتى الحالات في المملكه. طبيعه الحال هي ما غاديش تكون بروتوجي بحال ديك كيدخل بها الدكتور ولا اللي فيها الفلتر، ولكن هذه كنحاولوا انه نوفروا واحد الكميه اللي تغطي يعني واحد المنطقه معينه اللي هي منطقتنا، ولما لا يعني نمشوا للمدن الاخرى من بعد ما يتطور يعني المشروع. المعمل الان اصبح ينتج اكثر من 1000 كمامة في اليوم، ولكن حنا الان في طور التوسيع، يعني غنديروا 3 نقاط جديده، يعني غادي نعدل مدينه العيون 4 المعامل، من اجل على اننا نوصلوا للانتاج ديال 5000 الى 4000 كمامة في اليوم باذن الله، باش نغطوا المدن يعني المجاوره، لان بدا الطلب من المدن المجاوره. كيف ما قلنا على ان الكمامة متوفره بالمجان، كنتمنوا على اننا نوفروا اكبر كم في التفاعل ديال الناس والتفاعل ديال السلطات، ومشكورين على تعاونهم من اجل توفير كيف ما قلنا الكمامه للجميع بالمجان في منطقتنا. يعني الكمامه هذا هو النموذج اللي كيتم صناعته، صناعه محليه 100%، يعني صناعه محليه 100% في مدينه العيون. وكنشكركم على الالتفات وتغطيتكم لهذا هذه المبادره البسيطه. ونضغطوا على لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.